عزيز محمد براك، يسعد مساك وشكرا على تواصلك معنا اخوي محمد. هلا ومرحبا اخوي ابو ناصر، واحب امسي على الاخ العزيز ابو عبد الله اللي حقيقه له معزه كبيره في قلوبنا جميعا، خاصه انه من ابطال اللعبه وننتظر منه الدعم الكبير، خاصه من رجال الاعلام. عطنا صوت يا بدر، بدر صوت زياد. واللي ان شاء الله تعالى راح العاب القوى تلقى منه الدعم الاعلامي الكبير، سواء في الانجازات او في الاخفاقات، ونلقى التوجيهات الكامله منه. اتمنى ان شاء الله تكون مداخلتنا مداخله لها الطابع المتميز لتوضيح لعبه العاب القوى وما يخص العاب القوى. محمد، انت الحين ذكرت لي على عيسى، يعني كم عمره تتوقع؟ أنا كنت أتدرب وياه ترى في جامعة البترول، في جامعة الملك سعود، إذا هو يتذكر أكيد يتذكر. أكيد ما في شك. أي سنة هذه؟ الأيام الجميلة. أي سنة هذه؟ ترى مو بعيدة واجد. لكن كان يتأذى مني كثير. طيب أخوي محمد، طبعا بدون شك أنا أول شيء أشكر تواصلك معنا، وأنت أيضا يمكن هاي ثالث مرة ورابع مرة تواصل معنا، وسبق أيضا خرجت معنا في هذا البرنامج. واتحاد ألعاب القوة عليه حمل كبير جدا هذا الاتحاد، خاصة أيضا تحقق إنجاز الآن معكم وأداء الفني يسير إلى الأمام إن شاء الله. عن الاستعداد للبطولة الأسيوية ودورة الألعاب الأسيوية تحديدا. الحقيقة صحيح، نعم. رغم أن رئيس الاتحاد سعادة العميد أبو ثامر الحقيقة دائما يذكرنا ويؤكد على أن سنة 2017 ما هي إلا تعطونا صوت شوي شباب، ترتيب بيت العاب القوى وترميمه من جميع الامور، من جميع الاختصاصات، سواء لاعبين او مدربين واداريين، وتثبيت الاتحاد علشان من اجل يمشي على نهج وتوجه ان شاء الله يقودنا الى تحقيق الانجازات. ولكن ولله الحمد تم في 2017 تحقيق العديد من الانجازات، ليست بالطموح ولكن هي تعتبر خطوه من الخطوات التي توصلنا بإذن الله تعالى إلى تحقيق الإنجازات القارية والعالمية بإذن الله تعالى. هل حدثنا عن الاستعداد القادم، دورة المشاركة في دورة الألعاب الأسيوية الخامسة للصالات؟ الحقيقة الاستعداد أكيد بدأ منذ وقت مبكر، طبعا كان يوجد لدينا العديد من الإصابات، ولكن الحمد لله الآن أحب أطمن محبي ألعاب القوى والشارع الرياضي بأن الآن نجوم ألعاب القوى بالكامل ولله الحمد شوفوا تماما، والأغلبية الآن أو أقدر أقول 95% جاهزين على في المشاركات القارية والدولية، وجميع الفئات سواء ناشئين شباب كبار بإذن الله الجميع جاهز لأي مشاركة ومستعدين إن شاء الله لحصد ثمار الإعدادات. ولكن أنا أحب أؤكد لكم بإذن الله ان اعدادنا لهذه البطوله اعداد كان متميز وممتاز جدا، ورئيس الاتحاد شرفنا في جميع المعسكرات، سواء اللي في بولندا ثلاث معسكرات وفي تشيك معسكرين، وزار جميع المعسكرات واطمأن على سير المعسكرات، وكان حريص جدا على ان البرامج تمشي حسب ما اعد لها مسبقا. الحقيقة إحنا ذاهبين إلى عشق أبعد بإذن الله بطولة دورة الألعاب الأسيوية للصالات، وعيننا على حصد ميداليات إن شاء الله تكون فيها ميداليات ذهبية بإذن الله. ما أقدر أقول لك أكثر من أن نتوقع الشيء الكبير، ولكن بإذن الله تعالى سوف تسمعون برفع علم المملكة إن شاء الله في عشق أبعد العديد من المرات إن شاء الله، لن تقل عن ثلاث الى اربع ميداليات باذن الله تعالى. وهذا الشيء اخوي ابو ناصر ليس بالسهل انك تجي للاتحاد وتعمل بجميع ما اتيت من قوه علشان اظهار الوجه الحقيقي لالعاب القوى. العاب القوى الحقيقه في الوقت السابق مع سمو الامير نواف بن محمد انجزت انجازات كبيره، وكان حمل كبير جدا ورثناه من سمو الأمير نواف بن محمد، ولكن بإذن الله تعالى إن شاء الله رجال ألعاب القوى وأبطال ألعاب القوى قادرين على مواصلة هذه الإنجازات بالدعم السخي الكبير اللي نلقاه من القيادة الرياضية العليا ومن رئيس الهيئة العامة واللجنة الأولمبية. بإذن الله سوف تتضافر الجهود كاملة، وترون بإذن الله أبطال ألعاب القوى
يحققون الإنجازات والنتائج إن شاء الله التي تميز ألعاب القوى دائما وأبدا في المحافل الدولية. طيب سؤال أخير أستاذ محمد، وأنت يعني ابن اللعبة وإن كان أيضا مارستها وعايشها والآن إداري أو مشرف، نتحدث عن دائما عن الصعاب اللي تواجه بعض الاتحادات، هل واجهتوا صعوبات الآن خاصة في لاعبين استئذانات، رغم أن ألعاب القوى ممكن لاعبينهم يختلفون عن بعض الألعاب الأخرى خاصة في وظائفهم؟ والله لا أخفيك، أنا من اللعبة يمكن عملت في ألعاب القوى أكثر من 30 سنة، والحقيقة أنا لما رئيس الاتحاد طلب وجودنا معه في الاتحاد ودعمه في الاتحاد لم أكن أتصور أن هذه الصعوبات والمشاكل اللي واجهناها أنها بتكون فعلا موجودة على أرض الواقع. فعلا ألعاب القوى تفتقر إلى وجود الملاعب الحقيقية لإقامة معسكرات تدريبية بجميع الأدوات. يعني لو أخفيك سرا أن أغلب معسكراتنا هذه السنة كانت خارج المملكة بسبب عدم وجود المضامير المتخصصة والجيدة أو الصالحة للاستخدام. نعم. وين وجدت في بعض الملاعب مثل ملعب الجوهرة وملاعب خاصة لألعاب القوى، للأسف نجد الأعذار والعراقيل والعوائق التي تمنعنا من التدريب في هذه الملاعب، رغم أنها ملاعب تعتبر ملاعب عالمية ومجهزة بأفضل التجهيزات، ولكن للأسف يعني ممكن في السنة عسكرنا فيها شهر يعني بوجود صعوبة كبيرة بعد تدخل العديد من القيادات الرياضية من أجل التدريب في ملاعب الدرة في ملعب الجوهرة. يوجد الآن ملاعب المنطقة الشرقية ممكن يكون ملعبين جاهزة للتمارين أو صالحة للتمارين بالأدوات، ولكن أوقات نجد العراقيل والمشاكل الأجواء نفس الشيء. يعني لما إذا وجدت ملعب مثلا في جدة من الصعب جدا التدريب في الصيف. نعم. الجو الحار والرطوبة في المنطقة الشرقية أو في جدة. يعني أنت يعني أستاذ محمد يعني لدينا 12 إصابة من اللاعبين، استغرق وقت يمكن 4 شهور لإعدادهم وتجهيزهم حتى يعودوا إلى الملاعب مرة أخرى. قس على ذلك عدم وجود المدربين الأكفاء الذي قادرين على خلق أو صنع اللاعب الموهبة وإيصاله للمنصة التتويج. القس على ذلك اللي هو الأخصائيين العلاج الطبيعي والطبيب مختص في الإصابات الرياضية والتغذية. هذه الأمور الحقيقة الرئيس الاتحاد أنا والله العظيم شاتي في مجروح، ولكن عمل جهد كبير جدا وعمل تحدي مع نفسه ومع الآخرين. صحيح. حتى يصل بالاتحاد وحتى يكون الاتحاد جاهز هذه الأمور، وبإذن الله تعالى بالدعم الكامل من الهيئة ومن اللجنة الأولمبية وعدنا بإيجاد 5 مضامير بإذن الله إن شاء الله، نتمنى أن تكون جاهزة في بداية العام 2018، وإذا اكتملت هذه الأمور نعد الجميع بإذن الله بأن ألعاب القوى سوف تتجه إلى المجد وإلى المنصات الدولية والعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية، شكرا لك محمد، وشاكرين تواجدك معنا وتواصلك مع البرنامج. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا لك طال عمرك.